مرحبا بكم أصدقائي، ومع فرصة أخرى ومع مادة أخرى، وهي مادة النشاط العلمي ودرس الكهرباء، مادة الكهرباء ودرس يبين الفرق بين التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. فالمرجو منكم أن تتابعوا معي لكي تفهموا جيدا هذا الفيديو. إذن نبدأ مع التركيب على التوالي، ونلاحظ هنا عمود الذي سيعطينا التيار الكهربائي في هذه الدارة الكهربائية. معنا هنا قاطع رقم 1 وقاطع رقم 2، ومعنا مصباحين، المصباح الأول والمصباح الثاني، فهذا يسمى التركيب على التوالي. وهنا معكم التركيب على التوازي، فدائما نلاحظ وجود العمود الذي سيزود الدارة الكهربائية به. إذن كما أشرت سابقا، التركيب على التوازي هو أمامكم دائما نفس العناصر. هنا العمود أو المولد، العمود، وهنا قاطع التيار الكهربائي الأول والمصباح الأول، وقاطع التيار الكهربائي الثاني والمصباح الثاني. فما الفرق بين هاتين بين هذين التركيبين؟ الفرق يتجلى في كون التيار الذي يخرج من هنا يمر نفس شدة التيار الكهربائي في المصباح الأول وكذلك في المصباح الثاني. فإذا أزلنا هذا المصباح من الدارة الكهربائية، فهذا المصباح الثاني سينطفئ. بطبيعة الحال يكون قاطع التيار الكهربائي الأول والثاني مغلقين. عند إزالة المصباح الأول ينطفئ المصباح الثاني، وعند إزالة المصباح الثاني ينطفئ المصباح الأول، هذا باعتبار أن المصباحين غير متلفين، ولهذا يسمى التركيب على التوالي، لأن نفس شدة التيار الكهربائي التي تمر في المصباح الأول هي نفسها في المصباح الثاني. وكما قلت سابقا، إذا نزعنا أحد المصابيح فالمصباح الآخر سينطفئ ولا بد، وهذا هو التركيب على التوالي. أما فيما يخص التركيب على التوازي، فشدة التيار التي تخرج من المولد، فشدة التيار فهي تنقسم على مستوى هذا الفرع، وتنقسم كذلك على مستوى هذا الفرع. إذن شدة التيار الرئيسي تنقسم إلى جزئين، وبالتالي فكل مصباح يمر فيه تيار كهربائي منفرد عن الآخر. ولكي نعرف التركيب على التوازي، فإذا نزعنا مثلا المصباح الأول، نفترض أن قاطعي التيار الكهربائي مغلقين معا، ننزع المصباح الأول فالمصباح الثاني لا ينطفئ، وبالعكس إذا تركنا المصباح الأول ونزعنا المصباح الثاني فإن المصباح الأول لا ينطفئ، باعتبار بطبيعة الحال أن المصباحين غير متلفين. إذن فإذا انقسم التيار الكهربائي إلى عدة أقسام فيكون التركيب على التوازي. وإذا حافظ التيار الكهربائي الرئيسي على نفس القيمة في المصباح الأول والثاني وشكل معا نفس الحلقة نقول أن التركيب على التوالي. بهذا أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الآن الفرق بين التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، ومع قناة بروف فريد ستشاهدون دائما الجديد في شروحات الدروس التي تعترض التي أنتم في حاجة إليها،
لا تنسوا دعمنا في قناة بروف. فريد دمتم بخير وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.